السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم تربية طيور الأسماك. موضوع اليوم إن شاء الله غادي يكون حول صنع فق حاضنة لصغار أسماك القيبي. ناخذ إن شاء الله هاد جوج طاسات كما كتشاهدوا، بحال هذه كما كتشاهدوا معنا اللي كتكون مقسمة من الوسط ديالها، كيكون فيها الأكل ديال الأطفال. كنزولوا هذوك الوسطانيين، كنحيدهم ما عندنا ما نديرو بهم، ونخدم انا بطاسات خاوين. نزول هاد البلاستيكات صافي، ما غاديش نخدم بهم، ان شاء الله غادي ندير هاد الطاسات هادو. وهذا ملي كدير وحده على وحده راه كيجيو مزيانين، كنقطعهم بحال هكا كما كتشاهدوا معنا، تندير فتحات. انا نقطع الاخرى غنوري عليكم، انا وريتكم اكزومبل بحال هادي. ها هي الطاسه اللي مقطعها، ها انتما الحبوب ديالنا. كنزول هذا الشيء هذا، كنحيدو كما تشاهدوا معنا. هي قمت بالتقطيع ديالها منين غادي يدخلوا دوك الصغار ديال الكيبي. تندير افتحات صغيورين بحال هكا باش الوليدات كيهبطوا لتحت. وكناخذ هاد الفونطوزه بحال هادي كما كتشاهدوا معنا، ما كيديروا درهم من الوحده عند سميتو الدروغري. كتحيد ليها هاد السلك هذا وكنخيطوها من الجناب ديالها. هادو هاد السلك هذا ساهل، ها هو كنحيدوه، ما عندنا ما نديروا به، عندنا الغرض بهادي. راه كتشد مزيان في الجاج، كتكون فيها واحد سميتو مزيان تبارك الله. هاد الجوج هادو غنخدمو بيهم، هما لي غنخيطوهم ان شاء الله في هاديك الجناب ديال الطاسة باش غادي نلصقهم في الحوض كما كتشاهدو معنا. انا ديجا مخيطهم عيا، وريتكم الطريقة باش كيفاش كانوا باش تفهمو. مبغيتش نصاوب ليكم داكشي باش منطولش ليكم الفيديو. كنديرو هاديك اللي مشرطة اللي محيدة فيها هاديك اللي محسكينة، كنديروها من الفوق، وديك الأخرى كنديروها من التحت، وكنسدو عليها. راه كتجي مساجمة معاها بحال لعي طاسه وحده. هانتوما الاحباب ديالنا كما كتشاهدوا، كنحط الانثى هنايا الفوق والوليدات كيبقى يهبطوا لتحت. هذه هي اللي كنخدم بها انا، هذاك الحوت كامل اللي عندي تبارك الله ما شاء الله كلشي بسبب هذه الحاضنه هذه اللي صوت. هذه باش كنخدم انا، وريتها لكم، قلت لكم غندير لكم واحد نصاوب لكم واحد الفيديو حول هذه الحاضنه. هو هذا ان شاء الله باذن الله، اللهم يسير. على بركة الله. انتم الاحباب ديالنا انا غنديرها في الحوض، وغتشوفوا معنا كل شيء ان شاء الله النتيجة كي دايرة. انا غنحاول نلصقها هنايا في هذا الحوض، هذا كنثبتها بهذوك الفونطوزات هما اللي كيشدوا في الجاج. بسم الله على بركة الله. ها هي كيما تبدلت الاحباب ديالنا. وكناخذ التيو اللي جاي من الفلتر، هو اللي كنخوي به الماء باش كنعمرها، باش كيكون الماء مفلتري ونقي. وكنعمرها تقريبا، هذيك التحتانيه راه كتعمر كامله، والفوقانيه غادي يعمر فيها النص باش ما يدخلش داك الاسماك الصغيورين، داك الاسماك الاخرين يدخلوا لديك الحاضنه. هانتوما تشاهدوا معنا الاحباب ديالنا على بركه الله. صافي كنخليها بحال هكا، كنخلي داك ما كنهبطهاش تحت، الا هبطتها لتحت كامله غادي تعمر كامله، واصلا الماء راه كيبقى يتبدل. ها هي شو كتشاهدوا فيها من خلال الزجاجه من برا. ها هي ديك التحتانيه هابطه لتحت، والفوقانيه اللي فيها الشراطي كتبقى واحد شي شويه كيبقى خاوي فوق الماء. على بركه الله، اللهم يسير. انا غنشد واحد الانثى حامله غنوريها لكم، غنديرها تما ان شاء الله باش تولد، وغنوريكم الطريقة ديالها إن شاء الله. هانتوما الأحباب ديالنا، هادي هي الأنثى اللي حاملها، هي هادي. هاهوما شاهدوا، هاهي كرش البطن ديالها منتفخ، هاهي قريبة تولد. دابا في هاد الحالة هادي راه قريبة تولد، اليوم غنديرها إن شاء الله، غدا إلا ولدت نوريكم الوليدات ديالها بإذن الله عز وجل.
ناخذ واحد الشبكه بحال هذه ونجبد لكم الانثى ونوري عليكم ان شاء الله باذن الله. بسم الله على بركه الله. ها انتم الاحباب ديالنا، هي شديتها الدجاج هو مصدى هنا. على بركه الله ها هي جبدتها، غنديرها دابا في الحوض في هذيك الحاضنه الفوق. كتبقى الفوق هي ما كتهبطش حاجه، دوك الافتتاحات يكونوا صغيرين تيدخلوا لي وليدات. على بركه الله، اللهم يسير. دابا غنخليها هنايا وان شاء الله ملي غتولد غنوريكم الوليدات ان شاء الله باذن الله. هاد الحاضنه تبارك الله هي اللي درت بها هاد الولاد كاملين، هاد الحوت كامل اللي عندي في الحوض من خلال هذيك الحاضنه ان شاء الله. كندير داك الانثى تما كتولد ليا، كنحيد الوليدات كنديرهم في واحد الحوض واحد اخر يبقاو يكبروا تما ونعاود نردهم. كما شاهدتوا معنا داك الفيديو القديم نقل صغار اسماك الجوبي الى حوض الامهات، راه هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها. هاهي دابا باقاتي كاينه كتعصر، شفتوا حتى اللون ديالها كيداير. ها انتم الاحباب ديالنا اليوم في الصباح راني جبدتها، غنجبدها راه هي ولدات، ها هي ولات رقية وقا مبقاتش منفوخة كي كانت في الاول. ها هي طلقتها في الماء، انا غادي نجبد الطاسة ونوريكم الوليدات ان شاء الله اللي ولدات. على بركة الله، دابا اصلا ما مساليتش ليها باش نوريكم كيفاش ولدات، حيت مشيت للخدمه وجيت لقيتها ولدات في الصباح بالليل في الصباح لقيتها ولدات. انت اصلا كانت غتولد، كل ما حيدتهاش ديك اللحظه درتها في ديك الحاضنه كون كلاو الوليدات ما غيخليوهمش، حيت هي كتولد كياكلوهم هي براسها الا ما حيدتيهمش عليها كتولد. داكشي علاش داير جوج طاسات، فارق النص هي كنديرها من الفوق ونص الاخر كنديرو لتحت. على بركة الله، أنا غادي نجبد لكم الطاسة. ها هي جبدتها كما كتشاهدوا معنا، الوليدات كيتحركوا لداخل، أنا غادي نحلها ونوريكم الوليدات. اللهم يسير، طريقة فعالة 100% وناجحة. حدا كتولدهم كيتلاحوا الوليدات لتحت، كتبقى هي الفوق ما عندها ما تصور منهم. ها هي الطاسة شتو كي الحمد لله والشكر لله. ها انتم الأحباب ديالنا، ها الوليدات تبارك الله، ها هما ما شاء الله، اللهم بارك. زعما اللي دار الطريقه هذه ينجحوا ليه الوليدات 100%. كاينين بزاف طرق، ولكن طرق اخرين كي الوليدات كيموتوا، كيمشيو بعض المرات كيمشيو لشي بلاصه كتكون مضيقه ولا شي حاجه كيموتوا. هنايا ما عندهم فين يموتوا، ديك الطاسه كتجي منسجمه مع بعضياتها بحال شي سبحان الله العظيم بحال شي بيت، ما كاينش منين يدوزوا ما كاينش فين يوحلوا. انا غناخذ هذيك الطاسه الاخرى وغادي نخوي فيها الوليدات، نخويهم بسم الله على بركة الله. ها انتم الاحباب ديالنا، دابا هادو غنقلهم لواحد الحوض ان شاء الله نخليهم تما يكبروا، وهاد الطاسه هادي غنعاود نسدها ونردها كما كانت ونديرها في ذاك الحوض عاوتاني ندير فيها شي انثى اخرى حامله، وبحال هكا كنربح الوليدات. هادي هي الطريقه باش كنربح الوليدات بزاف، كيكونوا ان شاء الله باذن الله مزيانين. اللهم يسر ولا تعسر، اللي عجبته الطريقة يدعمنا بلايك ويدير اشتراك في الفيديو لو ما مشتركش معنا، ونتمنى التوفيق للجميع، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.